تمر بها البلاد. هذا ما أظهره استطلاع للرأي أجرته جامعة بيبردين الأمريكية، وشمل 551 شخصا تجاوزت أعمارهم 18. ويتزامن صدور هذه الإحصائيات مع صدور إحصائيات أخرى عن الثورة السورية، والتي أظهرت مقتل أكثر من 3500 شخص، من بينهم 224 من الأطفال، إضافة إلى أكثر من 3000 مفقود و25 ألف معتقل. كما أسفرت الأشهر الستة من عمر الثورة في سوريا عن لجوء أكثر من 14000 سوري، خاصة إلى تركيا ولبنان. أرقام على فظاعتها لم تحبط عزيمة السوريين على التظاهر ومواصلة حركة الاحتجاج، حتى وإن انقسموا حول الهدف بين إسقاط النظام كليا، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر ليس أقلها حالة من الفوضى بسبب الفراغ الذي سينجم عن إسقاط نظام شمولي حكم البلاد لأكثر من 4 عقود بقبضة حديدية، وبين منحه فرصة للإصلاح من الداخل مع إمكانية تفويض بعض الصلاحيات لحكومة ترأسها شخصية معارضة بارزة، وهو المقترح الذي تعمل عليه روسيا مع جزء من المعارضة السورية. فأي من الخيارين هو الأقرب إلى التطبيق؟ وما هي مخاطر كل منهما؟ كان السؤال الأول الذي طرح على أجندة مؤتمر المعارضة السورية الأول في أنطاليا هو تحديد سقف المطالب بين الحوار مع النظام للإصلاح أم إسقاطه بشتى الوسائل. وبقي السؤال مطروحا دون حسم حتى بعد اتفاق المؤتمر على ضرورة إسقاط النظام في بيانه الختامي، خصوصا وأن تصريحات لتنظيم الإخوان المسلمين عقب المؤتمر أشارت إلى إمكانية الحوار مع النظام بشروط، أهمها سحب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهي مطالب اعتبرتها دمشق جزءا من مؤامرة خارجية لا سبيل للتعامل معها. شعب السوري ما بينزل، شعب السوري ما بينزل. علما بأن التظاهرات السورية عندما خرجت لم تطالب بإسقاط النظام من اليوم الأول، وإنما تدرجت في المطالبة بالإصلاح والحرية والكرامة، وبدأت تطالب بإسقاط النظام بعد استخدام الرصاص والدبابات لقمع التظاهرات. فأساليب القمع الوحشية هذه جعلت قسما من المعارضة يؤكد بأن أي فرصة يحصل عليها نظام الأسد من خلال حل وسط أو عملية إصلاح مهما اتسع نطاقها تعني عودة النظام ولو بعد حين للانتقام من المعارضة وعرقلة الإصلاحات بشتى الحجج، خصوصا في ظل الصورة التي تكرست دوليا عن الرئيس الأسد بعدم الوفاء بوعوده. الأسد الذي يبدو أنه لا يخشى سوى من سيناريو التدخل الخارجي أبقى الباب مفتوحا لنوع من الحوار بوساطة ومبادرة روسية مع قسم من المعارضة التي أعلنت رفضها للتدخل العسكري الخارجي، واستبدلت طلب إسقاط النظام بمصطلح إسقاط نظام القمع الأمني. وفي هذا الإطار جاء اجتماع هيئة التنسيق التي سمح النظام لعدد من أفرادها المغتربين بدخول سوريا وحضور الاجتماع دون مضايقات، بينما النظام نفسه يعتقل يوميا نشطاء ومعارضين لمجرد ظهورهم على وسائل الإعلام العربية. جاء ذلك بالتوازي مع تسريب وسائل إعلام قريبة من دمشق لمقترح روسي بتشكيل حكومة انتقالية يترأسها اسم من بين 4 قيادات للمعارضة يتقدمهم هيثم المناع، الذي استخدم النظام سابقا أكثر من تصريح له لتأكيد رواياته. هنا تلاقت مصلحة نظام يخشى رفع الحصانة الروسية عنه، فيروج لحوار مزعوم من شأنه إن حصل أن يقسم المعارضة على نفسها، ومصلحة جزء من المعارضة يخشى فاتورة دماء باهظة لإسقاط النظام وهيمنة إسلامية على مقاليد المرحلة القادمة، مستحضرا بذلك المشهد الليبي بآلامه وإرهاصاته، فيما يستذكر القسم الآخر من المعارضة المصرة على إسقاط كامل للنظام بالمشهد المصري وما فيه من إشارات لمحاولة النظام استعادة قواه رغم فقدان رأسه. والأهم بالنسبة لهؤلاء هو أن لا دليل على أن سيناريو الحوار بعد كل ما حصل قادر على لجم الشارع المثقل بالجراح والمفعم بروح بات من الصعب ترويضها. يوسف الشريف، العربية. وللحديث في هذا الموضوع معنا من لندن السيد بسام جعارة الكاتب الصحفي، ومن بيروت السيد عمر إدلبي الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، وعبر الهاتف من دمشق السيد رجاء الناصر أمين سر التنسيقية الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
أهلا بكم جميعا، والحقيقة أتمنى أن نحاول في هذه الساعة أن نغطي أكبر قدر ممكن من الأسئلة والخيارات التي يمكن أن أطرحها سواء أمام المعارضة أو أمام السلطة. دعوني أبدأ مع ضيفي من دمشق عبر الهاتف، لأنه دائما نخشى أن ينقطع الاتصال مع ضيوفنا من دمشق، سيد رجاء الناصر. سيد رجاء الناصر، الآن لا يعني هناك خيارين لا ثالث لهما، إما إسقاط النظام أو إصلاح هذا النظام. السؤال ربما الذي يبدو بديهيا، هل هذا النظام برغم كل يعني بسبب الإحصائيات التي تخرج والمحاولات التي تجري لثنيه عن القمع للشعب السوري قابل للإصلاح؟ بداية أتوجه إلى أرواح الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين ليسوا أرقام، بل هم أفراد وعائلات وأصدقاء، هم حياة كاملة، هم أسماء محددة تبقى في الذاكرة. هؤلاء هم صناع التغيير، وهؤلاء وقدموا الكثير من أجل التغيير. ثم أريد أن أقول المسألة واضحة، لقد طرحنا منذ البداية التغيير الوطني الديمقراطي، لم نطرح الإصلاح ولم يطرح أحد في المعارضة السورية الإصلاح. التغيير الوطني الديمقراطي، هذا المفهوم الشامل الذي يقول أن هذا النظام الراهن الحالي، هذا النظام لم يعد من الممكن التعامل معه، هذا النظام يقتضي بناء تغييرا شاملا جذريا، يقتضي بناء دولة وطنية ديمقراطية تكون بديل لكل مرتكزات هذا النظام. هذا المفهوم الذي طرحناه منذ البداية يجري محاولة تمييع والقفز عليه لحسابات شخصية في بعض الأحيان. لم يطرح أحدنا إصلاح النظام، ولم يطرح حوار من أجل إصلاحات جزئية هنا وهناك. كان دوما الحديث المعارضة في هيئة التنسيق، في قوى المعارضة، في التجمع الوطني الديمقراطي، في حزب الاتحاد الاشتراكي، يتحدث عن التغيير. من عام 79 حكينا بالتغيير وتحدثنا عن التغيير الوطني الديمقراطي. وأنا أعتقد أن التغيير هو الشعار المرفوع الآن، وهو الشعار الإيجابي، أي أننا نريد أن يكون هناك نظاما آخر، نظاما غير النظام الراهن، نظام من يقوم على التعددية السياسية وليس على احتكار السلطة، نظاما يعبر عن إرادة الناس وليس نظاما لفئة أو جهة ما، نظاما يقرر بالتعددية الحزبية، يقرر بالمساواة بين المواطنين، يقرر بأن هناك في سوريا أطياف متعددة كلها تستحق الديمقراطية وتستحق الحياة المشتركة، تستحق الكرامة الوطنية، وأيضا تستحق العدالة الاجتماعية في ظل هذا الفساد الموجود. هذا هو طرحنا. إذا قوى التغيير الديمقراطي سيد رجاء هي مع تغيير كل هذا النظام، إذا ما حقيقة ما نقل على لسانكم من بأحد المؤتمرات ربما في الدوحة بأنكم كنتم مع فكرة إصلاح النظام؟ أنا أقول هذا كلام غير صحيح. لقد منذ عام 1949 منذ أعلن التجمع الوطني الديمقراطي بالتغيير الوطني الديمقراطي، أي الذي يقيم نظاما جديدا وليس النظام الراهن. هذا ما قلناه منذ البداية، ومن يقول غير ذلك أعتقد أنه أما أنه يتوعد أو أنه يريد أن يدفعنا خارج النطاق الذي نقول به. هذه حقيقة الموقف. بالدوحة قلنا ذلك. قلتم أنكم مع إسقاط النظام؟ قلنا أننا مع التغيير الديمقراطي الشامل بكل هذا بكل ما يعني، وبكل ما يعني هذا. البعض لا يريد أن يفهم هذا المفهوم بحقه، ولكننا قلنا نحن كلمة إسقاط النظام لم نكن نستخدمها، لأننا كنا نعتقد أنها الجانب السلبي من الشعار. الجانب السلبي أي أن عملية، بينما الشعار هو جانب كامل متكامل، هو ليس فقط إسقاط، ليس هو إسقاط عن إسقاط، هو من أجل بناء شيء جديد. هذا ما قلناه وهذا ما صرحنا به منذ البداية. أننا لا طيب، لكن سيد رجاء إذا سمحت لي، يعني عملية بناء شيء جديد، يمكن أن نبني شيء جديد مع وجود هذا الحالي، مع محاولات إصلاح أو تجاوب مع خطط ما من لا يمكن بناء جديد على هذا الحال. هذا ما قلناه منذ البداية. ليس هناك بناء جديد على هذا الحال. هذا كلام واضح ومسؤول، عبرنا عنه من زمان، تحملنا نتيجته، تحملنا نحن السجون، وتحملنا معتقلات، وتحملنا سنوات الشغل الطويله، تحملنا لاننا قمنا بالتغيير الشامل، بالتغيير الديمقراطي. هذا ما قلناه، ولم يكن خلافنا في الدوحه وفي غير الدوحه على هذا المفهوم، كان خلافنا على مسائل اخرى، فلتكن واضحه، فلنحدد على ماذا اتفقنا وعلى ماذا اختلفنا. قلنا نحن مع التغيير الشامل، ولكننا قلنا ايضا
لاننا لا نرى ان هذا التغيير هو صناعه خارجيه، قلنا بان هذا التغيير هو صناعه شعبنا واهلنا هؤلاء الشهداء الذين نتحدث عنهم، هؤلاء الجرحى. معلش وضح لي اكثر، وضح لي اكثر سيد رجاء، لانه انت بتعرف اكيد انه صار في لغط على ما قيل في الدوحه. بتعرف اكيد بالدوحه قلنا كلام واضح، قلنا التغيير ديمقراطي، ولكن هذا التغيير بما يقوم به؟ هل يقوم به الشعب ام يقوم به الخارج؟ ايوه لا، الشعب السوري هو الذي يتحمل وهو الذي يصنع التغيير. هذا كان خلافنا. طيب. هل نحن كنا نملك الجرأة لان نقول شعبنا ونثق بشعبنا ونقول نحن بطاقات شعبنا، ولا لا اننا لا نثق بشعبنا ونقول ان التغيير سيصنع قوى اخرى؟ نحن كنا نقول صارت واضحه الفكره سيد رجاء الناصر. خلافكم كان على كيفية إسقاط هذا النظام أو التغيير والانتقال نحو الديمقراطية في سوريا، تريدونها من الداخل بدون أي مساعدة من الخارج وبقواكم الذاتية. ورح أرجع لك بالتأكيد لأسألك عن الإمكانيات لذلك بعد قليل في ظل يعني كل ما نسمعه ونقرأ ونشاهده. سيد عمر أدلبي الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، أنت أيضا لك موقف فيما يتعلق بإسقاط النظام، تريد يعني تتحدث عن ضرورة إسقاط هذا النظام ولكن دون اللجوء أبدا إلى التسليح ولا العسكرة الانتفاضة، أن تبقى هذه الانتفاضة سلمية حتى يسقط النظام، هل هذا صحيح؟ تماما سيدتي، مساء الخير أولا لك ولضيفيك ولمشاهديك الكرام. نعم، نحن بالتأكيد نؤكد على مطالب الثوار في سوريا على أن إسقاط النظام هو هدفنا جميعا، هو هدف هذه الثورة النهائي، طبعا تمهيدا للوصول إلى دولة ديمقراطية تعددية مدنية. أما الأساليب التي سنلجأ إليها أو نتمنى أن يعني نستمر في استخدامها هي الأساليب السلمية المدنية التي لا تستدعي الخارج ولا تعول على معاونة من خارج سواعد أبناء الوطن، ولا تتمنى أن تحمل السلاح في وجه أبناء الوطن، ولا تريق دما سوريا إضافيا فوق ما أراقه النظام المجرم في سوريا. إذن لا تدخل من الخارج ولا تسلح أو تسليح للداخل السوري، أن تبقى الأمور كما هي تجري الآن، هل يستطيع، هل يتحمل الشعب السوري المزيد من المظاهرات السلمية والمزيد من القتل عن طريق قوى الأمن والشبيحة التي يعني نتابعها والأرقام لم تتوقف ولا يوم؟ نحن مصرون على سلمية هذه الثورة، بدأناها سلمية، نأمل أن نصل إلى تحقيق أهدافها بوسائل سلمية بالتأكيد، لا عسكرة ولا تدخل خارجي، هذا بالتأكيد يعني مطلبنا جميعا، مطلب السوريين جميعا. لا أعتقد أن أحدا من السوريين يتمنى فعليا أن يرفع السلاح بوجه أخيه السوري، بغض النظر عما يعني عما يقوم به النظام من أعمال قتل وترويع وتهجير لأبناء وطننا وتنكيل بهم وبكراماتهم وبأحرارهم وبكل مقدساتهم، هذا بالتأكيد ما نسعى إليه. أما ما يفعله النظام فهو بالتأكيد يفعل عكس ذلك تماما، هو يستدعي تدخلا أجنبيا من خلال ارتكابه جرائم ضد الإنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي ولا لقواه السياسية ولا لمنظماته الدولية أن تبقى ساكتة يعني واقفة أمامه. عن التدخل الذي ترفضه أنت وربما يرفضه أيضا تيارات من المعارضة السورية، عن أي نوع من التدخل؟ هل يقتصر التدخل المرفوض على التدخل العسكري؟ نعم، بكل تأكيد نحن عبرنا مرارا وتكرارا في رؤية سياسية للجان التنسيق المحلية وفي كل بياناتنا الصادرة عن اللجان، وأعتقد أن جميع القوى الثورية في سوريا مصرة على هذا المطلب، برفض التدخل العسكري الأجنبي في الأزمة السورية للفصل ما بين المتظاهرين السلميين والشعب السوري وبين هذا النظام الذي يريق دمهم. نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على سلمية الثورة، ولكن بكل تأكيد النظام الآن يدفع باتجاه عسكرة هذه الثورة، باتجاه حفيها عن سلميتها، باتجاه تدخل أجنبي فيها. عندما يطالب المتظاهرون السوريون ويرفعون يافطات وتابعناها ويسمون جمعة بجمعة الحماية الدولية، ماذا يقصد هؤلاء؟ يعني ما هو نوع الحماية التي يمكن أن تؤمن للمتظاهرين السوريين؟
هذا في الحقيقة مطلب إشكالي، يعني لا يوجد الكثير من التعريفات التي يمكن أن توضحه في القانون الدولي ولا في ميثاق الأمم المتحدة ولا في النظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي. هذه مسألة في الحقيقة أثارت الكثير من اللغط حولها. ما معنى الحماية الدولية؟ ما هي الحماية الدولية التي يطالب بها بعض أطراف المعارضة في سوريا سواء في الداخل أو في الخارج؟ هذه مسألة حولها الكثير من الإشكاليات. نحن بالتأكيد نتمنى أن يكون هناك غطاء يعني دوليا يساعد أو يحمي المدنيين من بطش هذا النظام، ولكن ليس بالضرورة هو غطاء يستدعي التدخل العسكري الأجنبي عبر ذراع الأمم المتحدة العسكري في الأمم. بالتأكيد عندكم تصور لهذا الغطاء الأممي اللي يمكن أن يحمل المدنيين السوريين؟ نعم، هناك وسائل بالتأكيد، وسائل حقوقية يمكن أن يعني يلجأ إليها المجتمع الدولي لإجبار النظام السوري على فتح أراضيه للإعلام المستقل لنقل الحقائق على وجه الدقة، وأيضا للجان التحقيق الدولية للبحث في هذه الجرائم الكبيرة. هي يعني من حيث المبدأ قد تدفع هذا النظام إلى تقنين قتله على الأقل، ليس هذا القتل المعمم على جميع الشعب السوري. تقنين مطلوب أنه بدل ما يقتل 100 يقتل 2 في اليوم، المطلوب أن تتوقف عمليات القتل بشكل نهائي. نعم سيدتي، نحن لا نقول أن هذا النظام سيتوقف نهائيا عن قتل الشعب السوري. هو نظام مجرم، هو نظام يفعل ما يستطيع وما لا يتوقعه الشعب السوري ولا حتى العالم للإبقاء على نظامه مستقرا وللإبقاء على نظامه على رأس السلطة، بغض النظر عن مطالب الشعب السوري الطامح إلى الحريات. هذه يعني مسألة كنا نعيها منذ البداية، والتكلفة والتضحيات كنا مستعدين لها بالتأكيد، وإلا لما كنا انطلقنا أصلا في مواجهة هذا النظام. كنا جميعا نعرف أن هذا النظام سيستخدم وسائل بطش كبيرة، ولو كنا نخشى هذه يعني ومستعدون أيضا لتقديم هذه التضحيات من أجل تحقيق مطالبنا، وإلا لما كنا خرجنا. يعني لم نكن نعول أصلا على تدخل عسكري أجنبي، ولم نكن نعول على الكثير من الدعم من المجتمع الدولي، وكما تشاهدين الآن في صمت سبعة أشهر دولي. لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة هذا النظام على جرائم. نتحدث أكثر عن هذا الصمت الدولي، وفي تصريحات من هنا وهناك يمكن قراءتها على أن الشعب السوري ليس بالضرورة أن يتأمل أنه يتم التعامل معه كما تم التعامل مع الشعب الليبي. سيد بسام جعارة ضيفي من لندن، سامحني تأخرت عليك، ولكن أود أن أسألك عن ما يتم الحديث عنه، عن أنه ربما تتم هناك أي نوع من التسوية مع النظام السوري الحالي، ربما في المقترح الروسي وهو المقترح الأهم اللي تم تداوله في وسائل الإعلام، عن أنه حكومة يرأسها شخص ما من المعارضة ربما تؤسس لمرحلة إصلاح داخل النظام، أو أنها ترضي الشارع السوري. ما رأيك، هل من مجال لإصلاح هذا النظام؟ اسمحي لي أولا أكد على مسألة هامة، لا نحن في الخارج ولا المعارضة التقليدية في الداخل هي من تقرر. يعني بمعنى أوضح، ما قلنا نحن وما قالت المعارضة التقليدية في الداخل، فإن هذا الأمر لا ينصرف، لأن القرار بيد قادة الشارع. قادة الشارع هم من قرروا رفع شعار إسقاط النظام، هم من قرروا المضي في ثورتهم حتى إسقاط النظام. وذلك يعني بصراحة أن أي تسوية لن تنجح، ستسقط، سيسقطها الشارع، سيرفع الشارع لافتات تقول بإسقاط النظام وإسقاط من يحاول إبرام تسوية مع هذا النظام. هذا أولا. ثانيا، النظام لن يقبل أي مبادرة، لن يقبل لا المبادرة الروسية ولا الإيرانية ولا التركية ولا أي مبادرة أخرى، لأن جميع هذه المبادرات تقول أولا بضرورة سحب الجيش والأمن من الشارع، والنظام يدرك جيدا أن سحب الجيش والأمن من الشارع يعني سقوط النظام. يعني اليوم أصدر مكتب الرئيس الأسبق سليم الحص بيانا بعد زيارته لدمشق، يقول فيه أن بشار الأسد قال له أن الأمور انتهت في سوريا، وأن الأمن والسلام والإطمئنان يسود في شوارع دمشق. أنا تمنيت على الرئيس الحص أن يصلي ركعتين في الميدان ليجد الجوامع مقفلة، تمنيت عليه أن يزور برزة أو القابون أو الزبداني أو أي منطقة أخرى ليرى الناس في الشارع يتظاهرون. أمس مظاهرات عشرات الآلاف في حماة تحية لشيخ المعتقلين راغب البشير. يعني هذا النظام مسألة بقاؤه انتهت، هذا النظام انتهت صلاحيته على الإطلاق، انتهت منذ أن صفعة
سهير الأتاسي في باب تومة، منذ أن قلع أظافر أطفال درعا، منذ أن قطع أوصال زينب حصني، منذ أن اغتال. يعني هذا النظام لا ينفع معه أي حوار. طيب هو تحدث منذ اليوم الأول سيدي جعارة عن مؤامرة خارجية. كمان أريد أن أضيف على ما تفضلت به على بيان مكتب رئيس الحكومة اللبناني السابق سليم الحص، أنه قال بأنه قال له الرئيس الأسد أنه السلطة في سوريا تسهر على الوضع وتوليه اهتماما بالغا حفاظا على سلامة الشعب العربي السوري وهنائه. يعني هذه الإضافة حسب البيان من مكتب سليم الحص. هناك أطراف في المعارضة السورية في الداخل تتحدث عن أنهم ربما أقدر على قراءة الوضع من الداخل، وهم يرون بأنه على هذا النظام أن يتم إصلاحه. مثلا دعني أنقل لك، وهم مختلفون فيما بينهم، يعني البعض يرى إسقاط النظام والبعض الآخر يرى إصلاح النظام. ميشيل كيلو مثلا يقول في إحدى المرات التي كتب فيها، قال لو أقر النظام بوجود أزمة لما استخدم القوة لأنها لا تصلح لمعالجتها. يعني القوة لا تصلح لمعالجة الأزمة، وهو يتمسك بنظرية المؤامرة كلا يستخدم السياسة فيكون استخدامها بداية النهاية لتفرده بالشأن العام. بمعنى أنه هذا النظام لا يتعاطى سياسة الآن مع ما يجري في الشارع، ولا يعترف بأن هذه احتجاجات وهي مؤامرة وهي جماعات مسلحة. إذن على أي أساس يراهن البعض على إمكانية إصلاحه؟ هل سيستوعب النظام السوري بأن ما يجري الآن هو أزمة؟ هل يتعاطى معها من هذا المنطلق؟ هل يتعاطى معها يمكن أن يتعاطى معها سياسيا؟ سيد جعارة، يعني هذا النظام يدرك جيدا أن أي إصلاح يعني إسقاطه. يعني منذ اليوم الأول هو تبنى نظرية المؤامرة. لماذا؟ هو ينظر إلى المسألة كمسألة تمرد داخلي ومؤامرة خارجية، وظل يستخدم هذا الشعار ويردده كل يوم، وتبنى استراتيجية إذا لم ينفع العنف فإن المزيد من العنف ينفع. منذ 3 أيام وهم يقصفون الرستن بالطائرات والدبابات، هل نجحوا؟ أبدا. هم يحتلون المدن والبلدات والقرى منذ 6 أشهر، هل نفع الحل الأمني؟ أبدا. قصفوا الناس بالطائرات، بالزوارق البحرية، بالدبابات. يعني هذا المزيد من العنف ومن القتل لم ينفع ولن ينفع. أنا أقول الآن الشعب السوري يدرك جيدا. طب النظام مش يعني هو سؤال سيد بسام إذا سمحت لي، معلش عذرني على المقاطعة، النظام لا يدرك هذه الحقيقة بأن الحل الأمني لم ينجح؟ لماذا إذن يقول الرئيس الأسد للسيد الحص بأن الأزمة انتهت وأن يعني الأمور تمام التمام في سوريا؟ يعني من قال لأردوغان أنه يوجد فقط 83 معتقل سياسي في السجون يقول لسليم الحص أن الأزمة انتهت. هم يبشرون بنهاية الأزمة منذ اليوم الأول. يعني أنا أترك المجال لأي للسفراء العرب، أنا أسأل ماذا يفعل السفراء العرب في دمشق؟ لماذا لا يتجولون في المدن السورية؟ يعني لماذا يكون يصبحوا شهود زور ليتجولوا ليعرفوا أن الثورة السورية تسيطر فعلا على الشوارع؟ النظام احتل الشوارع ولكن الناس يفرضون كلمتهم في الشارع. لم يستطع النظام إلى الآن رغم كل العنف. أنت بتعرف حكاية السفير الفرنسي والسفير الأمريكي لما راحوا على حماة اعترضت عليهم السلطات في سوريا أنهم كان لازم يطلبوا إذن. ما بعرف إذا كان هذا مبرر لدى السفراء العرب. رح أرجع لك سيد بسام جعارة، ينضم إلي الآن من دمشق عبر الهاتف أيضا السيد علي حسن الناطق باسم الهيئة العامة للثورة. أهلا بك سيد علي حسن معنا، وأود أن أسألك عن رأيك في مثل المقترحات التي يتم تداولها، ربما آخرها المقترح الروسي بأنه يمكن إنشاء تشكيل حكومة في سوريا برئاسة واحد من شخصيات المعارضة المعروفين المرضي عنهم. في أسماء طرحت، هيثم مناع واحد من الأسماء، برهان غليون تم رفضه من روسيا بحسب المعلومات، وهذه يمكن أن تكون بداية لطريق إصلاح النظام وإعادة الأمور إلى طبيعتها في سوريا. ما تعليقك؟ نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله الشفاء للجرحى. بداية أختي الكريمة، الشارع مطلبه واضح، إما أن نتبنى مطلب الشارع أو نجلس في بيوتنا. إذا كنا بعد كل هذه التضحيات، بعد كل هذا القتل، بعد غياث مطر، بعد زينب الحكمي، بعد حمد الخطيب، نقول إصلاح في ظل بشار، هذا كلام يقوله الشارع.
ثاني يوم بيقول عن علي حسن خاين انت عميل. لا لا لا، الثورة شعاراتها واضحة، الشارع يريد اعدام الرئيس. خليهم يسمعوا المظاهرات ويسمعوا البث المباشر، عندنا فريق نحن مختص بالبث المباشر حتى يعني يكون صورة واضحة. لا يمكن اصلاح في ظل بشار، وهذا العملية الفبركة التي تتم من خلال ويدعمها بعض الجهود العربية والإقليمية، هذا مرفوض. يعني ننصحهم من الآن أن لا يتعاملوا معهم لأنهم سيحترقون معهم. الشارع رفع شعار المسؤول الأول عن القتل وعن الإعدامات هو بشار الأسد. هذا المطلوب رأس النظام رقم واحد. لا يمكن الآن حل أمني واستبدادي، وهذه العبارات لا تنفع. الثورة يجب أن تكون شعاراتها واضحة. يعني بكرة إذا عزل محمد ناطيف وعلي مملوك وحتى ماهر، بنقبل فيه لبشار؟ لا نقبل ببشار، لا نقبل إلا بسقوط النظام الأسدي بشكل كامل بكل منظماته، وأن يتم إعادة بناء كامل للدولة. أنا بحب بس أنه أقول للأستاذ رجاء الناطق أنه يراجع مقالته في 7/9/2011 مع جريدة الرأي، أنه هو عم يقول لا نرفع شعار إسقاط النظام ومستعدون للحوار على مرحلة انتقالية في سوريا. عم يقول إن المعارضة لا تقول الإسقاط ولا الإصلاح وإنما ما بينهما. هذا كلام الأستاذ رجاء الناطق. نعتقد أن موضوع الإصلاح تدريجي انتهى، وبات المطلوب إصلاح جذري وتغيير قولي، ومن دون ذلك لم يعد بالإمكان تلافي الأزمة السورية. ويقول إن وإن كان ذلك يعني أن المعارضة وصلت إلى مرحلة إسقاط النظام، لا نقول لا الإسقاط ولا الإصلاح وإنما بينهما. هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الشارع. السيد رجاء الناصر قبل قليل سألت أنا تقريبا السؤال نفسه بصيغة أخرى، قال لا موقفنا كان واضح وفهم ما قلناه خطأ، نحن مع التغيير الديمقراطي. هذا كلامه بجريدة الرأي بتفتح يا جريدة الرأي بتعمل سيرش بتاريخ 7/9/2011. هذا كلام رجاء الناصر ليس كلامي، أنقل لك ما قاله بجريدة الرأي ونشره أيضا المرصد السوري. البدي أقول إنه هذا الكلام مرفوض من قبل الشارع السوري. نحن نمثل قطاع شريحة واسعة جدا من الشارع السوري، هم بأرائهم هذه لا يمثلون أحدا. ومعي الأخ عمر إدلبي من لجان تنسيق، مطلب الشارع واضح. مطلب الشارع هو إعدام الرئيس وإسقاط النظام. قديش تتفق مع السيد عمر إدلبي بأنه لا لعسكرت الانتفاضة ولا لأي تدخل خارجي؟ هل يعني ما هي آلياتكم لإسقاط هذا النظام، أو يعني قبل أن نتحدث عن إعدام بشار الأسد؟ آليات إسقاط النظام هي سلمية الثورة. نحن نطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين. إذا حموا المدنيين كيف؟ وكانت هناك حظر جوي وحماية حقيقية للمدنيين سينزل الملايين. النظام يعلم هذا، لماذا يحارب التدخل الخارجي ويسمي التدخل الخارجي بيرفض بكل أشكاله؟ بدي أسألك السيد علي حسن معلش عشان الصورة توضح أكثر، أنت تقول حماية المدنيين وجمعة الحماية الدولية اختلفنا عليها بالتفسير ما المطلوب، تقول حظر جوي، هل هذا يعني كيف يعني ما آلية حماية المدنيين؟ حظر جوي، المدافع بتضرب الناس على الأرض، الشبيحة بتضرب الناس على الأرض، قوات الأمن تضرب الناس على الأرض، فالحظر الجوي كيف بده يحمي المدنيين بهالحالة؟ نحن يا أخي الكريمة نطلب حماية المدنيين من المجتمع الدولي. ليست مسؤوليتي أنا أن أحدد ولا مسؤولية الشعب السوري. نحن نطلب، نقول للمجتمع أن تحدد. هو عنده كونسلتنت، عنده ريسيرش، مراكز. إذا وصلوا لمرحلة التدخل مع أنه حتى الآن مش مطروح تدخل في سوريا، هل توافقون؟ هل أنتم مع؟ هو يحدد مهما كان هذا نوعية التدخل بحماية المدنيين. أيوة. يحدد ويختار الخيار المناسب للمجتمع الدولي. يختار مهما كان هذا الخيار، الشارع يوافق على هذا الخيار. طب أنت برأيك سيد علي حسن، يعني بصفتك تتحدث يعني عن الشارع وأقرب للشارع الحقيقة من الكثيرين، إذا ما قرر يعني المجتمع الدولي إذا ما قرر أن يأخذ أي إجراءات من أجل حماية المدنيين، ربما نصل في الماكسيموم في نهاياتها إلى التدخل في سوريا. هذا الصوت من كل المعارضة التي تقول، مش كلها طبعا، من كميات كبيرة أجزاء كبيرة من المعارضة التي تقول لا للتدخل الدولي، ألا تعتقد أنه يضعهم في مأزق في الخيار الذي يمكن أن يتخذوه لحماية المدنيين؟ طبعا يضعهم في مأزق. لماذا أنا ألقي هذه الورقة من يدي؟ أنا هذه الورقة أحتفظ بها. إذا كان حماية المدنيين لا تتم إلا بالتدخل الأجنبي، نترك الشارع يختار، ننزل تصويت على صفحات الثورة والشارع يحدد. إذا كان لا تتم إلا بهذا الخيار،
ما العمل؟ يعطونا الحل هم، لا يجلس واحد في بيته ويكتب مقال في صحيفة ويقول أنا معارض، هو ما عم يعرف عمليات الذبح وعمليات الاغتصاب وما عم يشوف شو عم يصير بالشارع. هذا امبارح كان في غازات سامة بالرسن وبتلبيسة يا أختي. نحن نطلب حماية مهما تكون هذا الخيار. بعدين الشارع هو بيحدد إذا بيتحمل الكلفة ولا ما بيتحمل الكلفة. هذا الكلام واضح وصريح. بس المجتمع الدولي يبدو أنه بيسمع من المعارضة، يعني ما تقول المعارضة أكثر مما يقول الشارع السوري. هو المفروض أنه يتواصل معنا نحن الثوار، ولا يتواصل مع شخصيات رموز هرمية لا تمثل، يعني ما بيحسن واحد فيهم أو هيئة أو ينزل ألف متظاهر أو يرفعوا له شعار. هذا لسه حكينا بغرف البث المباشر والمراسلين والسورية وما قدموا السوار من التضحيات. مفروض يتواصل معنا، يعني نبض الشارع شو بيرغب. الشارع يقتل يذبح كل يوم. لا يجي واحد يقعد يرمي خيارات من ايده، وهي خيارات تصب بالنهايه لمصلحه النظام. هذا مطلب النظام اولا واخيرا، لانه من دون ضغط دولي النظام يستمر في القتل وقمع الانتفاضه ويستمر في اغتصاب البنات، واليوم وصلنا 7-8 بنات من حمص مختطفات، وهذه الاعمال تتم، يعني لم يختلف منذ اليوم الاول المعارضه اللي عم تقول ما تدخل اجنبي، يجوا ينزلوا على الشارع يشوفوا. ما اختلفت اختي من 15-3 لحد هلا، وقت شدة الأمن الأجهزة الأمنية علينا، إحنا ما فرقناها بالشارع، إحنا عم نلمسها، لا هلا عم تزداد أشد يعني. طيب. يعني عم قلت دعني أسألك سيد علي، هذا القمع للنظام السوري للمواطنين السوريين، بتعتقد إنه سنصل في مرحلة ما نحو الخيار لا رجعة عنه وهو تسلح، يعني عسكرة هذه الانتفاضة؟ يعني النظام يدفع بهذا الاتجاه. أيوة. ولكن نحن متمسكين بسلمية الانتفاضة حتى الآن. لكن هناك تشكل الآن الجيش السوري الحر، منشقين هم أصلا عن الجيش. نعم منشقين عن الجيش السوري الآن، فتح باب التجنيد وهناك دعوات لحماية المتظاهرين عن طريق هذه الكتائب التي تقوم باستخدام الشبيحة وصدهم وما إلى ذلك. لكن الحراك بشكل عام هو حراك سلمي حتى اللحظة. النظام يعني اغتصب زينب الحصني ورجعها مقطعة لعند أهلها، غياث مطر داعية الورود والماء للجيش السوري رجعه مفقود. هذا دفع بأي اتجاه؟ دفع باتجاه عسكر الثورة، لأنه هو يجد في هذا الاتجاه إنقاذ، نوع من إنقاذ له، مثل هيئة التنسيق أي عم يزتوه وضغط مجال للنظام ويقولوا حوار ولسنا هكذا ولسنا هكذا. هذا من يعني رمي طوق نجاة للنظام، لأنه هو عندما يفشل في الحل الأمني راح يشوف إذا بيمشي حل سياسي هجين أو مهجن أو متجن بيعطي لكم واحد وزارات. ونحن نعرف وأنت بتعرفي تماما أنه الوزير بسوريا ما بيساوي أصغر عقيد بالأمن السياسي أو العسكري، بيحط أكبر وزير بيحطه تحت رجله. الوزير لا ما بيقدم ولا بيأخر. نحن في ظل دولة ديكتاتورية شمولية أمنية، هذا الذي يجب أن يكون واضحا لدى الإخوة المعارضين. النظام يدفع باتجاه عسكرة الثورة بهذه الأفعال البربرية الوحشية. طيب. قبل ما أنهي معك سيد علي حسن، إذا سمحت لي أسألك سؤال أخير. بحمايتهم يعني شو بنعمل يعني؟ نقبل نذبح هكذا يعني؟ بالضبط. طيب قبل ما أنهي معك، إذا سمحت لي أسألك أنه لا يأتيكم أي شعور ولا في أي لحظة على الأرض من أنه سوريا لن تعود كما كانت قبل اندلاع هذه الانتفاضة، لذلك فإنه حتى النظام لا يستطيع أن يعود إلى ممارساته السابقة، يمكن أن يعطى فرصة؟ لا يأتيكم هذا التفكير ولا إطلاقا؟ لا يأتي هذا التفكير، لأنه لو كيف بده يعطى فرصة؟ يعني امبارح ما شفتي بوسائل الإعلام زينب الحصني يعني وأخوها محمد، وعدد الشهداء لم يتناقص يا أخي. امبارح 10 شهداء، اليوم 12، ما زلنا نسمع. كيف بدنا نعطيه فرصة؟ بأي مجال بدي أعطيه فرصة؟ ما قتل زوجتي واغتصب أختي وسرق مال أخي وأنا مهدد ومطارد وملاحق. أنا بحسن واحد هذا لا يعطى فرصة، هذا النظام مستحيل يعطى فرصة ولا نفكر نعطيه فرصة. ما في بوادر على الأرض تدل ماكينة الأجهزة الأمنية وما يحصل في أقبية السجون من أعمال لا يمكن، روايات يعني أسطورية لا يمكن تخيلها. البرابرة الوحشية من عصور الظلام ما فعلوا هكذا من تقطيع للأوطان. وصلت وجهة نظرك سيد علي حسن. أي فرصة يمكن أن يعطيها للنظام؟ مستحيل. واضح. مستحيل. واضح كل ما قلته سيد علي حسن الناطق باسم الهيئة العامة للثورة، ضيفي من دمشق. شكرا جزيلا لك على المشاركة، وسنذهب إلى فاصل قصير. بعد الفاصل مباشرة أعود لك سيد رجاء الناصر إذا كان عندك أي تعليق على ما تفضل به سيد علي حسن.
اس تي سي تقدم اكسبند جود بريميوم، الباقه المتكامله بسعر خيالي. نجربهم كلهم وبعدها نقرر. التحكم والثبات بهذه السياره افضل من الكل. رائع، هذه اللي تناسبك تماما وحتفاجئك براحتها ورحابتها. ممتاز يا رجل، اللي معي اداها وقوتها غير. يا شباب قرار واضح، فورد فيوجن. فورد فيوجن، جربها حتما ستشتريها. واحدة من أحلى عاداتنا إنه الأكل ما يحلالنا إلا باللمة الحلوة، ونادرا ما تشوف واحد يأكل بوحده، وإذا صادف فرأسا يعزمك. طبعا كل ما تكبر اللمة نقول ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. لازم لمة وإخوان وأهل وأصدقاء، هذا اللي تربينا عليه ونعلمه لولدنا. بس رباط الحكي هنا هو مو موضوع طبخ ونفخ، الموضوع أكبر، الموضوع وطن. إذا ما وقفنا لأيد وحده وآمرنا بمستقبله فإحنا ما نستاهله. وعندنا مثل كلش حلو يقول الجدر ما يقعد إلا على ثلاثة، مو تمام؟ أودعناكم أغاتي. تسبق عصرها كيا أوبتيما. زوجات وأطفال الأسرى الفلسطينيين، مهمة خاصة، الخميس 9:30 على شاشة العربية. صحيفة الوطن دائما تعطيكم أكثر. كل ثلاثاء أسبوعية أوتو جير، كل أربعاء أسبوعية الربوعية، كل خميس أسبوعية هاي تيك، كل جمعة أسبوعية جمعتنا. مجانا في قلب الوطن من أجل الوطن. نحن شركة عالمية للطاقة بخبرة تتجاوز 100 عام في المنطقة، وبفضل عملنا جنبا إلى جنب مع شركات النفط الوطنية في إنتاج الطاقة والكيماويات وتكرير النفط، فإننا ندعم المشروعات ونقوي الاقتصاد. إننا نؤمن بالمستقبل لنعزز ابتكارات الغد من خلال بناء المهارات والحفاظ على ما لدينا. نحن إكسون موبيل. To VIP, the new masculine fragrance, Carolina Herrera. أهلا بكم من جديد. مباشرة أذهب إلى ضيفي من دمشق سيد رجاء الناصر، أمين سر التنسيقية الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي. سيد رجاء، استمعت إلى ما قاله السيد علي حسن، وقال بأنه أنت قلت بأنكم لستم، يعني لم يكن واضح أنكم مع إسقاط النظام، وربما تأملون بالإصلاح ما بين بين. ثم نقل عنك أيضا أنك قلت في الدوحة إسقاط النظام الأمني، بمعنى ليس النظام السياسي فقط، النظام الأمني. يبدو أن موقفكم غير واضح حتى هذه اللحظة. أنا بداية أعتقد أن أكبر خدمة للنظام محاولة تصوير تقسيم المعارضة بين ما يسمى بالمعارضة التقليدية ومعارضة في الشارع، لأنني أعتقد بأن هذه المعارضة التي توصف بأنها تقليدية شبابها في الشارع يمارسون النضال مثل غيرهم، هم في قلب الانتفاضة، هم يقودون كثير من التنسيقيات،
هم يعملون في صفوف جماهيرهم. هناك عدد كبير من القتلى والجرحى والشهداء من بين عناصر هذه الأحزاب التي يصفون بالتقليدية. قياداتها تمارس العمل اليومي والنضال اليومي وهي في مواقعها، لا تخرج إلى الخارج ولا تهرب من مواجهة مصيرها في داخل وطنها. هذه هي المعارضة التقليدية التي يصفونها بأنها تقليدية. وبالتالي أعتقد أكبر خدمة للنظام أن نحاول تقسيم المعارضة بين تقليدية وغير تقليدية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا محاولة تصوير كل الفرد أنه هو الشارع. الشارع ملك الجميع. ملكنا جميعا في المعارضة، ملك كل الناس اللي عم تتظاهر، ملك كل الناس اللي حاطة دمها على إيدها وهي نازلة أو هي عم تصرح أو هي عم تأخذ أي موقف أو تعقد أي لقاء سياسي.